بسم الله الرحمن الرحيم. تحية أخا رضوان أروين. في إطار الاحتفال والإنجاز التاريخي الذي حققه المنتخب الوطني المغربي في مونديال قطر سنة 2022، والذي تلاه استقبال ملكي من طرف الشدة العالية بالله الملك محمد السادس نصره الله لأمهات الفريق الوطني المغربي، وتخليدان للذكرى 73 للمطالبة بالاستقلال، ارتأت جمعية النهضة الرياضية التالية لكرة القدم أن تنظم دوري في كرة القدم لفائدة المصالح الإدارية، حيث شارك في هذا الدوري المصغر اللي كان عبارة عن دوري مصغر كرة القدم المصغرة بملعب فريواتو 8 فرق. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وعواشركم مبروكة. معكم مهدي البنوني، منشط الدوري ديال جمعية النهضة. كنشكروا جمعية النهضة على الفرصة اللي عطاتنا باش نديروا هذا النشاط لهاد الوليدات ونشطوا الدوري. سي السعودي، هنيئا لكم بالفوز باعتبارك انت من احد اللاعبين اللي تألقوا هذا النهار. تكلمنا على النهايات. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجة كنشكر اللجنة المنظمة اللي تنسى الدوري المصغر، كنشكر جميع اللعابة اللي كانوا سبب في هذه النتيجة هذه ديال النهاية. ربحنا ان شاء الله بتفوق. اجواء ممتعة و الدوري كامل داز في واحد اجواء رياضية تغري بالمشاركة، وكان مستقل توزيع الماء والكهرباء دائما كتبقى في الادوار النهائية. الحمد لله عندنا مواهب كبيرة في الإدارة. مزيان، شكرا لك.